أنا لكم مشاهدين الأعزاء من بعد الفاصل ونكمل مشوارنا مع الشاعر المميز مأمون النطاح. فقرة سالوفة أشرح لك عليها بشكل موجز. أنت تحكي قصة حتى لو من وحي الخيال، وأنا أنطيك حروف فأنت تكمل ويا الحروف. هسا اختار أنت، اختار لك رأس القصة. أنت وصديقك متمشين رايحين للمول. أوكي ماشي، دخلنا بالمول إيه؟ أنا وصديق دنباوع على المحلات. ها قلت له ها شبيك زين شو تلفت حلو، فقال لي لا دا أدور على محل غيمت بذاك الوقت زين، كلش غيمت المول. وإحنا بداخل المول بس لأن بي جام شفناه زين، إيه غيمت زين. غيمت زين. الدنيا جدا، ويمكن قامت تمطر طائم الضاء. لا طال وضاء واحد الدنيا طائم الضاء يعني ظلينا بمكاننا ظلينا بمكاننا نفتر يعني عين على اليمن مستعجلين. على اليمن صار على اليمن مستعجلين. على اليمن مستعجلين خلي نبقى قلت له حلو هيج قلت له اني على يعني اليمن مستعجلين خاف هوايه خاف هو من الجو يعني الجو اثر بي يعني توتر جدا. همزين ما طاوعت بصراحه زين. الف الف مره قلت له حلو زين، الف مره قلت له ما اريد امشي وياك المول. هو قال لي زين. هو قال لي زين رياكشنه كان زين. زين قال لي زين انا الحمد لله يعني هسه صارت نفسيتي احسن بعد الجو يعني الحمد لله. قاف قفلنا عاد وراه انه لازم نتغدى بالمول طبعا مو جوعاني نبقى يعني. سين السلام عليكم. هسه كل شيء ما فتحت من قصاني مول وسلام عليكم يعني ألف مرة قلت لي تريدنا فهم كذا موقفني. هسه أنت دوري إيه أوكي. اسألك كيفك. سهل العاد. القصة مالتك يقول أنت عندك تاكسي زين وأشر لك عبري تفضل غاتي حبيبي كروتها 10 انطيني 8 ماشي لام لا تلومني دامشي سرعة ترى دير بالك انت متزوج لا يا بي طلعت بطنطا حرت مين طلعت زحامات والشمس عاليه وبنزين راح اخلص نون نويت انا اطلع على السريع بس قلت لا خلها فوق بنزين خانه دال دخت وين اروح همزين ما ضربته المهم السائق بصفي بس يحكي يا بسكوت خلينا نسوق سائق بصفك هو انت تسوق انا دا اسوق بس دوخني كل سايح شوي اي قصدك العبري العبري إيه؟ قاعد بصفي امشي ظليت امشي والله وصلنا منطقه براء رحت مرت اللخ افتريت مرت انتهيت الطريق إيه؟ عاد هو قال لي يا ترى الكرو مو ضعفها على كيفه طرت راسا من حكي وياي ضوجني راسا طرت اريد اوصل